في عوائل نازحين. جبنا هالعوائل هاي بعد ما صار التفجير وصار هجمات الداعش على مناطق غويران وصار في ذبح وفي هيك، العوائل طبعا خافوا من هالشيء هذا. نحن كمان كإدارة ذاتية نسخنا مع بعض انه نحن نجيب العوائل على، لانه كانوا دافي يعني في هلا الوضع هلا الشتويه، كانوا بالارض الاحلام وبالبعض الصالات جمعنا هالعوائل لانه الدنيا هني كان بارد كثير بالنسبه للعوائل. والشيء اللي قدمنا لهم بالنسبه للفرش، سفنجات، بطانيات، لباس، إنارة تبع الطاقة، وجبنا مولدة كمان لإلن مشان إنارة الصالة. بالنسبة للأكل كمان المنظمات قدموا الأكل ما قصروا، في بعض الجماعات اللي تجار الفروج قدموا الأكل بالنسبة للعشاء للفطور لكل شيء. الأدوية كمان هون سيارة المواد تبع المنظمات هون عم يمشي الأدوية كمان، عم يعالجوا العوائل اللي هون يعطون الدواء كمان لألن. يعني الشيء اللي قدمنا هذا هو للعوائل. بداية بعض العوائل راحوا عند الأقرباء يعني، وبعض العوائل كانوا بالصالات وبالأرض الأحلام. بداية لما رحنا ناقشنا معه بمن المعارضوا على هالشيء هذا، قالوا نحن ما نجي يعني رح نضل هون. أما هلا كل توجهوا لهم لأنه شافوا خدمات كثيرة، شافوا انتباه كثيرة بالنسبة لكل شيء. هلا أحصائية هلا عدد العوائل تقريبا 65 عائلة، بس إذا كأشخاص حوالي 300-350 شخص هون ضمن. بالنسبة للنواقص في عوائل جدد من امبارحة جايين يعني من المساء بعد توزيع السفنجات. هلا في بدنا فرش يعني كمان لهالعوائل هاي، يعني كون الجو بارد يعني ضروري يلزم. نسخنا مع بعض الأشخاص رح يجيبوا يقدموا هالفرش كمان. حفاضات لأولاد صغار، حليب، هالشغلات هاي يعني في نقص، في تم توزيعن أما مو بشكل كامل يعني لسه في بدن. يعني هلا مثلا الشيء اللي هلا نحن عم نقدم هي كإدارة ذاتية، هن عم يقوموا بهالشيء هذا طبعا بالتنسيق، بدون تنسيق ما ندخل حدا.